كم يلا 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 انا خويا المغرب ربح ديما المغرب كندا بالجيل شوف لا حمد الله تقيم دافو لا لعبوا كاين اللعب مبروك علينا شوف المانيا جايه غتجي في الجيب المانيا في الجيب تايا والركراكي ديما راس لافوكا ديما راس لافوكا ديما مغرب يا اكو ما كانش حمد الله ثقيل كنا ماركيو ربع بالرجول ولكن حمد الله ثقيل مبارك منه فهمني يا حمد الله مقابلة داروا الدراري الزوينة اليوم ولكن اخو حمد الله ما كانش المستوى وهذا كنطالبوا السير كراكي يدارك المواقف في الماتش الجاي ان شاء الله وشكرا اخويا الشعب المغربي والفريق الوطني بهذا الانتصار وهذه الفوز وهذه الفرحه الكبيره اللي عطى للشعب كله شكرا اسود الاطلس
مبروك علينا خويا الفوز، مبروك علينا الرباح، تأهلنا كأس العالم مبروك. اه اخويا مرحبا بكم اخويا. ديما المغرب كنعرفوا المغرب، وديما المغرب المغرب تلمو ان شاء الله، ديما المغرب تلمو ان شاء الله. أول فريق عربي يتأهل للدور الثاني هو بالمعلوم المغرب. أول مرة كنشاهدوا هذه الأمسية، الحمد لله فرحوا المغاربة كاملين. إن شاء الله الدور الثاني إن شاء الله نكونوا فيه بإذن الله. الحمد لله خويا، اول مره المنتخب الوطني كيتاهل هو البريمير، اول فريق عربي غيديرها من 1986 هذا المونديال ما كان بحال هذا. ديما المغرب ديما مغرب، ديما مغرب، فيبغو مغرب. خويا
كنهنئ جميع المغاربه اخويا ب كنهنئ جميع المغاربه بهذا الفوز المستحق للمغاربه ساندو المنتخب ديالنا وديما المغرب. كنشكر جميع المغاربه. الورقه دخلات ولا ما دخلات؟ لا اخويا مخي الورقه، لا والو داكشي حلال اخويا. وديما المغرب اخويا، ديما المغرب حتى الموت. وتحيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكر المغاربه على هاد الاجواء الرائعه اللي كنظم لنا هنايا والاحتفالات بالتاهل ديالنا ان شاء الله نشوفوا النهائي اللي غنواجهوا في المانيا ان شاء الله اللي غنربحوا. وكنلعبوا ان شاء الله الربح كنلعبوا بانخفاض اسعار. اسعار اخويا جي طاولة 30 اخويا، جي طاولة 30 اخويا بزاف هادشي اخويا. وديما المغرب ما تلينا ب 30 راه بزاف اخويا والله العظيم. اخويا جي طاولة اخوك انا بدرهم وانت اخوك وانت كنشري ب 30 اخويا هادشي راه بزاف اخويا. ناقصين اخويا كنهنئ ديما المغرب اخويا ديما المغرب على الفوز ديالو والله. وكنطالبوا تحية ولاد المشروع وكنطالبوا من الدريات طويس طولات ب 50. مايك سيتي مرحبا بك انا جيت. النتيجة ما نقدرش نتكلم أكثر من الناس اللي كيفهموا في الكرة، مي صراحة يعني فرحة عارمة لجميع المغاربة. شرفنا المنتخب الوطني الفوز ديالو وديما المغرب ودائما نرفع واحد الجوج جوج لواحد.